الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا يعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمة الأمنية والاقتصادية وأزمة الكهرباء وأزمة الماء، ولو نعدد نبقى للصبح. اليوم عندنا مجموعة من المواضيع إن شاء الله نقدر أنا ورأفة نوصلها للجهات المعنية، وبالتالي نتمنى من الجهات المعنية متابعتها أول بأول لكي يتم حل ولو جزء بسيط من هذه المشاكل. البداية أكيد بالعناوين مع رأفة. مرحبا رأفة. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة. بدايتنا خلونا نسولف عن الأجواء الحارة والصيف اللاهب والأوضاع المأساوية اللي يعيش العراق، فإحنا اليوم محتاجين في هذه اللحظات لتوحيد الدعاء من أجل خلاصنا من كل هذه المشاكل اللي نعيشها منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. أيضا عندنا جرحى وعندنا مرضى في المستشفيات العراقية، والإصابات ما شاء الله تجاوزت حاجز 7000، أيضا يحتاجون للدعاء. أما شهدائنا اللي قدموا أرواحهم فداء لهذا البلد، البلد بعد تعبان ومنهار ويحتاج للمزيد من الناس الكفوءة حتى يرجع مثل ما كان عليه في السنوات الماضية. نبدي بالعناوين وأكيد تفاصيلها راح نشاهدها بعد الفاصل. العنوان الأول: العراق أمام موقف وبائي مرعب، والموضوع صار أكثر من فترة وإحنا نحاول نغير بالواقع الصحي. صيف لاهب دون حلول للمشاكل الخدمية، والموضوع أيضا منذ سنوات ولحد هذه اللحظة ماكو أي تغيير بالواقع الخدمي. أما كارثة بيئية تهدد شريان الحياة بديالة، والسبب نهر خريسان. تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل. بالخير مرة ثانية. الله بالخير رأفت. الله بالخير. اليوم عندنا مشاكل، يعني هي تقريبا جاي تصير متشابهة لكن جاي تزيد، ومشكلتنا احنا الأولى والأخيرة يمكن اللي الجديدة اللي صارها سنة ونص هي موضوع كورونا. لكن لا ننسى أنه أزمة الكهرباء وأزمة الماء، أزمة الماء جديدة أيضا، ما كنا نعاني كثيرا، بعض المناطق بس تعاني، لكن هسه حاليا صارت مدن بأولها تعاني من شح المياه، وهذا الموضوع راح يستمر مستقبلا إذا لم يتم احتواء الموقف. أزمة الكهرباء هي كل سنة تصير في الصيف في الذروة، وإحنا نعرف هذا الواقع المرير اللي نعيشه مع تأزم بقية الأزمات. نرجع الكورونا. اليوم كورونا تذكرون من وصلنا 7300 قلنا راح تصير بعد أيام، راح نتمنى أنه نرجع لل 5000 و6000 اللي إحنا نعتقد كنا أنه هي رقم كبير. عبرنا 7300، اليوم احنا 8030، رقم مرعب للغاية ومخيف للغاية، مقلق للغاية، مع تظاهرات اكو، احتجاجات اكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، موضوع فعلا خطير. والجيش الابيض لا زال يعني يجازف ويحاول ويعاني ويحاول ان يحتوي الموقف. ما اعرف شلون نقنعهم رأفة، بلكت عندك خطه. هم الحكي اللي بدنا نحكيه على مدى سنه ونص اكيد ما راح يجي فايده عند الساده المشاهدين، لكن البعض من عندهم هو اللي ياخذ بالكلام اللي دائما ما نتناقش به في برنامج اهل المدينه وينفذه، لكن للاسف انه الاغلبيه هي منتهيه عن الموضوع نهائيا، ولحد هذه اللحظه ما يصدقون انه اكو كورونا، ما يصدقون انه هذا الوباء موجود عندنا بالعراق، وما يصدقون هذه السلالات الالفا والدلتا وغيرها اللي دخلت لنا من خارج العراق ايضا موجوده لحد هذه اللحظه، ما يعرفون ايضا انه اللقاح هو حفاظ على روحك وارواح الناس اللي قريبه من عندك، وما يعرفون انه الاعداد بدات تزداد والمستشفيات بدات تنهار بسبب تردي الواقع الخدمي داخل هذه المستشفيات وانهيار البنى التحتيه لهذه المستشفيات. طيب اليوم احنا اللي نريده من المواطنين شويه يركزون فعلا، ولا هو اكو تقصير من كثير من القنوات وكثير من الجهات المعنيه لانه ما مسلطين الضوء بشكل مفصل مثل برنامج اهل المدينه اللي يوميا في بدايه الحلقه يطرح موضوع كورونا. المفروض انه نرجع
لعام 2020 اللي سولفنا به بكثرة وسولفنا بهالة كبيرة جدا لهذا الوباء، لكن للأسف كثير منهم اللي استصغروا الموضوع، وإحنا اليوم وصلنا لنتائج مخيفة ومرعبة. تخيلوا أنتم 8030 إصابة، مو قليلة جدا لو تجي تحسبها أو توزعها على المستشفيات، أكيد الأعداد كثيرة جدا، وإحنا مستشفياتنا مو مهيئة بشكل كامل، والكوادر الطبية قليلة جدا، العلاجات مو كافية، وكثير من الأمور اللي هي ناقصة على الجهات المعنية اليوم توفرها حتى نقدر نجابه كل هذه الأعداد الكبيرة اللي وصلنا لها بسبب عدم التزام المواطن العراقي في كل الأماكن إذا كانت خاصة أو حتى عامة. احنا للتفاصيل أكثر حتى نسولف عن الجائحة ونسولف عن وصولنا لهذه الأعداد المخيفة، ينضم لنا السيد سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. مرحبا سيد سيف. هلا ومرحبا، مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. أجل وللمشاهدين الكرام، ونشكركم على متابعتكم المستمرة أعتقد بشكل يومي. واجبنا. موضوع كورونا والقضية الصحية، طبعا يؤسفني أن أؤكد اللي تفضلت به سيدة أزل أنه موضوع كورونا والتوعية الصحية في كثير من وسائل الإعلام ربما أغلبها يعني مع الأسف صار كأنما واقع حال ولا يكاد يذكرونه حتى كإحصائية، رغم أنه ما يحدث الآن وهذه الأرقام غير مسبوقة. إحنا حذرنا من عدها ربما في برنامجكم الكريم قبل أسبوع ربما أو 10 أيام، إحنا توقعنا يعني حسب رأي خبراء طيب أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا، ومع الأسف هذا اللي صار، وأكدنا على ضرورة الالتزام. زين شنو الأسباب دكتور سيف إذا تسمعني، شنو السبب الرئيسي بارتفاع عدد الإصابات في العراق وإحنا ممكن أنه تجاوزنا أو بداية الوباء صار لها أكثر من سنة ونص، ليش هسه رجعنا لهذه الأعداد؟ أما بالبداية الوجبة الأولى أو الموجة الأولى ما صارت عندنا هذه الإصابات ولا هذه الأعداد الكافية. اليوم أكو أسباب غير عدم التزام المواطن بارتداء الكمامة؟ هذا السبب رئيسي وأساسي، وموضوع عدم التزام المواطن إجراءات الوقائية، وأيضا محصلة أعداد الذين تلقوا اللقاح بكل صراحة متواضعة ما تزال دون المستوى المطلوب، وأيضا أنه الحقيقة العلمية أن فيروس كورونا والفيروسات التنفسية بشكل عام تكون بشكل موجات وبائية. إحنا توقعنا هذه الموجة الثالثة وأعلنا الدخول بها كما يحدث في عدد من بلدان العالم، لكن في نفس الوقت ما يزال ممكن جدا أن نحتوي هذه الإصابات إلى حد بعيد، لا أقول نقضي عليها نهائيا، غير ممكن في الوقت الحالي لا في العراق ولا في غيره، لكن إذا استمرينا بعمليات التطعيم يعني إحنا كنا نتوقع أن يكون الإقبال أكثر. طيب. خصوصا أنه وزارة الصحة كما أعلننا من خلالكم أنه بدأنا بالخطة الموسعة ومضاعفة كميات اللقاحات. اللقاحات متوفرة بشكل كافي في المنافذ المخصصة لوزارة الصحة؟ نعم. طيب ليش الناس لحد الآن يشتكون يقولون أنه إحنا نقدم على الموقع او على الويب سايت المخصص لاخذ الجرعه، لكن صار لنا اكثر من شهر وشهرين لحد هذه اللحظه ما وصلت لنا رساله وانطونا اللقاح المخصص لنا؟ اذا تسمح لي اوضح النقطه، احنا اكثر شيء بيصير الارباك في بعض مناطق التلقيح سبب المراجعه المباشره. احنا صحيح قلنا انه الشخص اللي ما يقدر انه يسجل لسبب او لاخر، يا اما عارض صحي ما يعرف يدخل للإنترنت، ما يقدر، ما عنده جهاز جوز، ما عنده إنترنت، اللي هم أعتقد يعني نسبة قليلة جدا جدا، يعني أغلبنا نستطيع أن يستخدم الإنترنت، وربما شخص كبير بالسن أخوه ابنه بنته صديقه جيرانه يقدر أيضا يسجل له. إحنا اللي دي يصير بكل صراحة نسبة غير قليلة، إذا ما قلنا النسبة الأكبر، هو يراجع بشكل مباشر دون موعد، فهذا يسبب إرباك وضغط، وأحيانا هاي من يقول لك نسب اللقاح في مكان معين لأن الكمية محسوبة حسب أعداد المسجلين. طبعا هذا كلامي قبل الخطة الموسعة اللي تقريبا 10 أضعاف الكميات اللي كانت تصل، يعني مثلا فايزر احنا بشكل أسبوعي بالبداية كانت تصل 50,000 جرعة، الآن أكثر يعني مئات الآلاف ستصل حتى نصل إلى 12 مليون حتى نهاية العام، يعني تقريبا بالشهر 1,000,000 جرعة راح يكون يعني. طيب. دكتور سيف يعني رغم كل هذا اللي حكيت به احنا لحد الان ما واصل مليون، يعني اليوم 941,000 فقط وكسور. هم فقط التراكمي، واحنا صار لنا كم شهر نحكي بموضوع ما وصلنا مليون لحد الان، وهذه مع يعني صح مع الاسف يعني طبعا. واضيف
اضيف الكلامك انه هذا الرقم ما مو معناته كلهم اخذوا الجرعتين، احنا بالمعنى العلمي زين الشخص اللي تلقى اللقاح هو اللي اخذ الجرعتين بشكل صحيح. اكيد هاي 940 او 950 الف اغلبهم هو تلقى الجرعه الاولى، نسبه منهم قليله، نسبه الاقل. يعني ممكن عندنا اكو ناس دكتور اكو ناس اخذوا بس الجرعه الاولى وما اجوا على الجرعه الثانيه، اكو ناس عندنا هالشكل؟ نعم موجوده هذه الحاله. حرامات يعني ليش؟ يعني مع الاسف يعني ولذلك يحتاج عمل اكثر منا طيب ومنكم. طيب احنا دور وزاره الصحه يعني دور وزاره الصحه ب يعني اقامه حملات كبيره توعويه من اجل اخذ اللقاح في جميع اشكال او جميع انواع اللي موجوده عندنا في العراق. اليوم وزاره الصحه قادره على ايصال الجرعات او التطعيم الخاص بالقرى والارياف كون انهم يفتقرون لابسط الخدمات، مثلا انترنت ما عندهم، مراكز صحيه بعيده عن اماكن سكنهم. اليوم انتم قادرين توصلوا لهم حان حال بقيه الدول المجاوره اللي تفتر بسيارات اسعاف وتنقل هذه اللقاحات حتى تطعم الناس اللي هم ما راجعوا اصلا مراكز اللقاحات؟ طبعا هو من ناحية مبدئية كل المناطق العراقية مغطاة بالرعاية الصحية الأولية، يعني حتى المناطق الحدودية والنائية هو يوجد مركز صحي، مركز رعاية صحية أولية ضمن الرقعة الجغرافية، يعني الناس اللي ساكنين بهاي المنطقة النائية هم مسجلين بهذا المركز، خدمات التحصين وغيرها يعني بشكل رسمي ضمن الهدف مالتهم، يعني مصطلحات يعرفوها العاملين في المجال. موضوع الحملات الميدانية احنا بدينا بها بشكل محدود في بعض المؤسسات التربوية، بعض الوزارات. يوم الجمعة المقبل عندنا حملة جدا مهمة في عدد من النقابات ايضا لبعض الموظفين وعوائلهم، وطبعا هاي دعوة لفضائيتكم الكريمة، برنامجكم ايضا ان يشرفنا ان شاء الله حتى تطلعون بشكل مباشر على ربما يكون مستقبلا هناك توجه نحو موضوع الفرق الجوالة مثل مثلا لقاح شلل الأطفال. بالوقت الحالي وزارة الصحة تعمل بموضوع المنافذ التلقيحية المنتشرة، بالمناسبة زودنا عددها بشكل كبير. أنا أعتقد مو مشكلة أنه موضوع الوصول للمركز الصحي حتى في المناطق النائية. احنا هذا اللي نريد نركز عليه، لأنه كثير من الناس اليوم اللي يتابعون البرنامج او اللي حتى ما يتابعون يقول لك احنا مثلا المركز بعيد علينا، احنا ساكنين بقرى وارياف اماكن نائيه، المفروض انه الوزاره هي بفرق جواله شلون بقيه اللقاحات اللي موجوده عندنا، واللي دائما ما نشاهد فرق من قبل وزاره الصحه تروح وتطرق البيبان حتى انه تلقح الاطفال اذا كانوا عندهم باعمار معينه اللي هم يستحقون اللقاحات. اللي يريد انه نكثف من هذا الموضوع وحتى انه كل العراق يبدي ياخذ كل اللقاحات اللي موجوده عندنا وبالتالي نخلص من موضوع الاصابات وارتفاع اعدادها. اليوم وزاره الصحه مفكره بالحلول اللي شلون ممكن انه تقنع المواطن العراقي ياخذ اللقاح حتى نخلص من ارتفاع الاصابات؟ مثلا يعني في دول اجنبيه او دول اوروبيه انه مثلا قاموا ينطون مكافآت او ينطون هدايا للناس اللي تلقح، البعض منهم انه انطوا مبالغ ماليه، البعض من عندهم انطى مثلا الهند انطت وجبه غداء، مثلا كثير من الدول تناولت بعض هذه الفقرات. اليوم احنا قادرين يعني طبعا هي ضمن الافكار اللي طبعا تختلف هي من مجتمع الى اخر، بالنسبه لمجتمعنا العراقي ربما يعني انه نتفق على احدى هذه الفعاليات او المحفزات، لكن انا اعتقد يعني رايي واتمنى اسمع رايكم انه الاساس هو الوعي الصحي للفرد الدافع انه يكون هو حريص على صحته، يعني احنا شفنا ناس هو اللي يتابع، هو اللي يجي من الصبح ويلزم سرب كل نظام ويتابع موضوع الجرعه الاولى والجرعه الثانيه والاهله والوالده والوالده، هو يكون حريص. هي هذا مع انه انسان بسيط يعني مو بالضروره انه يكون ذو مستوى معين. طيب دكتور سيف، لانه احنا الوقت عندنا قصير، لكن هو عنده حرص على صحته وعلى هذا احنا لازم نتفق عليها انه ماكو داعي يعني يعني مو انت والله على مود تنجح لازم انا اشتري، انت تنجح لنفسك، انت هسه حاليا تلقح نفسك حتى انت تنقذ نفسك واهلك. اكو فد شيء كلش مهم، طالما انتم جزء من خليه الازمه حتى ننهي هذا يعني الاتصال اليوم، وعلى امل انه احنا دائما نتواصل لانه الاعداد صارت مخيفه. خليه الازمه انتم جزء منها، الاعراس رجعت، الفواتح رجعت، التجمعات رجعت، هاي لازم يعني لازم نحط لها حد، يعني لازم احنا نقول لا للتجمعات في هذا الوقت حتى نقلل من الاصابات. كافي علينا التظاهر، يعني ما تقدر تلزم تظاهرات والغضب الشعبي نتيجه ازمه الكهرباء والمي، لكن اكو فواتح واكو اعراس واكو مناسبات حتى بسيطه تقام بقاعات،
لازم يكون لكم دور بمنع مثل هكذا امور، لانه انتم من شلتوا ايدكم الناس تقول اجتماعيا ضلينا نخجل فمضطرين نسوي عرس ومضطرين نسوي فاتحه، تعرف انت مجتمعاتنا او مجتمعنا. فيا ريت بس هاي يعني تضعون بها حد حتى على الاقل نقلل من عدد الاصابات. صحيح كلامك، وانا اذكر ان كل المقررات للجنه العليا للصحه والسلامه الوطنيه لم تسمح باجراء التجمعات بهذا الشكل، دائما قيدت حتى عندما خففت الاجراءات نسبيا موضوع الحظر الشامل او الجزئي، دائما الفقره اذا ترجعوا لها تختم مع الالتزام بقواعد الوقايه والتباعد الاجتماعي، وهي جميعها مخالفات، جميعها مخالفات لقانون الصحه العامه ولقانون العقوبات العراقي، وابدا لم يتم السماح باي فعاليات مثل اللي ذكرتها حضرتك. لا لا موجوده موجوده سيد سيد موجوده، اذا تسمح لي اخر اخر زياره لي لبغداد قبل ايام يعني قليله جدا موجوده. انه شاهدت فواتح يعني شادرين وثلاثه مطبوقات سوا، والناس انه بشكل كبير جدا متواجدين داخل هذا دا يؤدون الواجب. اليوم المفروض يكون اكو رادع قوي من قبل جهاتكم بالتعاون مع الجهات التنفيذيه داخل البلد، يعني حتى انه نمنع مثل هذه التجمعات. صح انه الموضوع صعب جدا خاصه في المناطق الشعبيه، لكن هناك مرجعيه انه يسمعون كلامها، هناك زعماء يسمعون كلامها، قانون. فبالتالي انه انتم عليكم انه توصلون رساله لهذه الجهات المعنيه حتى يخاطبون جمهورهم، وبالتالي تنتهي كل هذه المظاهر الخاصه بالتجمعات اذا كانت اعراس او فواتح او حتى مناسبات اخرى. هذه توصيتنا لكم ورسالتنا لكم، نتمنى انه تهتمون بها، ونتمنى انه فعلا توصل للجهات العليا حتى انه تبدي الاعداد تقل، وان شاء الله الايام القادمه نشاهد 20 مليون عراقي مسجل عندنا بالاعداد التراكميه اخذ اللقاحات حتى نخلص من تسجيل هذه الاصابات. لكن دائما ما المواطن يذب اللوم على الوزاره انه هي ما موفره كل هذه اللقاحات. فاليوم رسالتنا ورساله الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه يقول انه موجوده اللقاحات، فعليكم انه تسجلون وتراجعون هذه المراكز حتى تاخذوها وتحافظون على سلامتكم وسلامة كل الأهالي الموجودين لكم. دكتور سيف البدر، سيف بدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، شكرا لانضمامك وأعطاك هذه التفاصيل الدقيقة حول جائحة كورونا. يعني الموضوع، شكرا لك، الموضوع فعلا أنه يراد له وقفة جادة. يعني احنا مع احتراماتنا واعتزازنا بكل المحافظات العراقية وبكل المناطق الشعبية وبكل فرع وزقاق بهذا العراق، لكن اكو موضوع مهم جدا نتمنى انه ايضا ممثلي المرجعيه، ممثلي زعماء المكاتب اللي موجوده عندهم في المحافظات العراقيه، عليكم بالتوصيه الاجباريه خلينا نسميها، انه تجبروهم انه يمتنعون عن اقامه هذه المجالس الخاصه بالعزاء الفواتح وايضا الاعراس اذا كانت في المناطق او حتى في القاعات المخصصه لاحياء المناسبات، لانه ارواح الناس امانه بديكم. اكيد هي الملفات كبيره جدا، بس حرامات ان الواحد ما يعرف مصلحته الا واحد يقول له. حرامات احنا كعراقيين انه احنا ما يعني قاعدين ببيتنا ننتظر انه واحد يقول لنا روحوا لقحوا، المفروض احنا كلتنا نطلع. احنا قبل اللقاح كانت كل الناس انا على البث المباشر راح نموت والوزاره ما تجيبه والحكومه ما مهتمه بينا وما تريدنا ما ادري شنو، وليش العالم استلموا اللقاحات ولقحوا، ويمتى احنا يوصل لنا، يمتى ناخذ الجرعه الاولى ويمتى الثانيه، ومن اجت اللقاحات احنا صرنا نتعزز ونتدلع. يا اهل الخير، احنا لحد ما وصلنا مليون واحنا محتاجين اكثر من 20 مليون واحد يلقح، واحنا كورونا يعني حر وتظاهرات واحتجاجات والناس دوائر الحكوميه بها ازدحامات، العالم كله مستقر الا هالبلد، فما عندكم وسيله. لو زين البس كمامه ما البس كمامه، لا تطلع وتروح فاتحه وعرس اروح فاتحه وعرس، لا تطلع بالتجمعات اروح بالتجمعات، ما اعرف تريدون تموتون ما اعرف يعني شنو اللي، ليش مشترين الموت مشتره؟ ما اعرف ايش بيكم يا الشعب. ترى والله فعلا احنا اليوم حزن وقهر انه واحد يقول كورونا نزلت اعدادها في كل العالم وتماشت مع القضيه. المشكله انه بعدهم لحد الان ما مصدقين وجود كورونا بالعراق، لحد الان كثير من الناس في كل المحافظات العراقيه يقول عمي هي وينها كورونا؟ هاي كلاوات ماكو كورونا، عمي موجوده كورونا. بعد منو اللي قاعد يموت هذا؟ السبب الضعف بالاقبال على مراكز اللقاحات هو محاربه الشائعه اللي انتشرت، انه كثير من الشائعات اللي سمعناها في الايام الماضيه وعلى وسائل التواصل وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام، انه هاي الشركه تقول اللي ياخذ اللقاح الفلاني سنتين ويموت، الشركه تقول انه هذه، او الناس يقولون هذه الشركه اذا انطت اللقاح ممكن انه ما يطول راح تكون بمضاعفات. فالمفروض هنا تكون عندنا خليه او لجنه مخصصه لردع الشائعات،
لكن للاسف ان الجهات المعنيه هي ما تفقه بالشائع شيء، بالتالي هم لها وقالوا عادي هي تروح وتنسي مع مرور الايام. المفروض انه احنا عندنا اساتذه اكفاء جدا في كليه الاعلام جامعه بغداد، محارب الاشاعه، في كثير من التخصصات، انه اليوم تدز عليهم هذه الوزاره او الجهات المعنيه ويشكلون فريق حتى يحاربون الشائعه، وبالتالي انه الناس خوفها يقل وتقبل على المراكز وتروح تاخذ الجرعه التطعيميه بشكل سريع ونخلص من اعداد الاصابات المتهالكه. لا تنسون انه حتى اذا تفكرون انه ها الدخول للمستشفى يمكن افضل من البيت لان البيت ما بيه كهرباء، كثير من المستشفيات هي خرجت عن خط الطوارئ حتى انه ماكو بها كهرباء، فاهتموا بصحتكم وابقوا ببيوتكم. طيب خلينا احنا مضطرين نروح الى يعني مواضيع اخرى لاهل المدينه رغم انه اهميه هذا الموضوع. خلينا نروح الى اجتنا احنا، يعني ارجع اقول لكم انه احنا كورونا مرتبطه انه اكو تظاهرات واكو احتجاجات واكو ناس جاي تعتصم واكو ناس جاي، يعني عندنا الطلبه جاي يعتصمون يوميا، عندنا الناس اللي عندها ما عندها كهرباء تطلع هم تطلع تتظاهر، هذا كله يزيد من اعداد الاصابات. في النهروان احنا اكو اليوم احتجاجات كبيره راح نشوف جزء منها وجانب منها نتيجه انقطاع الكهرباء. حر وطالعين بالشارع لانه يقول لك احنا لازم نوصل صوته لان ظاهر المسؤولين ما حاسين انه هناك انقطاع بالكهرباء اضافه الى انقطاع الماء. شوف جانب من هذه الاحتجاجات اللي هي تحت اشعه الشمس بها حرق اطارات، بها تجمعات كبيره، وانا ما اعرف احنا متجهين طبعا الى المجهول المخيف المرعب. نتابع ونشوف ونتمنى انه يكون هناك احتواء للموقف، وما اعرف شلون يكون هناك احتواء للموقف، ما اعرف يعني انا ما حقيقه هسه حاليا الحكومات كلها السابقه والحاليه محليه او مركزيه هي في مأزق كبير، لأنه ما ترقع أكو واحد كانت الرقعة كلش صغيرة أو الشق كلش بسيط، الرقعة ممكن تصير بيها، لكن أنا هسه الشق كبير صعب جدا هسه ترقيعها بين يوم وليلة، تحتاج بس بداية، البداية شلون منين؟ من الفساد، من ملفات يعني من الوزارات، من الدوائر الصغيرة، والله ما أعرف، الحل يمكن ظهر بيد الله، بكيف الله بعد، إحنا في وضع مأساوي نعيشه مخيف حزين متعب مقلق، ابدا ما تسمى حياه هاي ابدا، ان الواحد يبكي على مي وكهرباء الاساسيات الموجوده بالحياه او من واجبات اي حكومه تجي احنا نبكي عليها، هذا هاي كارثه كبرى او نحكي بيها. فعلى العموم هذا ما حدث في النهروان وهذا ما يحدث في بقيه المناطق والمحافظات اللي يوميا هي تطلع تظاهرات، وانا اقول لكم هي صار لها اكثر من 18 سنه هي تطلع تظاهرات، لكن هسه بدت تشتد الازمه نتيجه ارتفاع درجات الحراره، وايضا لا ننسى موضوع ايضا انقطاع المياه. نرجع نذكر انه 90 مليار دولار صرفت على الكهرباء منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظه، لكن للاسف انه هذا البلد ما بي كهرباء، والسبب هي قله الوقود، واحنا بلد النفط، طيب ليش انه غازنا نبيعه ب 6 دولارات ونرجع نشتريه ب 12 دولار؟ وليش النفط اللي موجود عندنا يروح تهريب لفلان ولفلان واللي عندهم لنجات وعندهم بواخر كبيره جدا لتصدير نفط العراق، لكن للاسف انه احنا كشعب ما مستفادين من عنده؟ اوكي ما نريد نقول لكم تعالوا انطونا فلوس البراميل لكل مواطن عراقي، لكن هذا النفط استخدموه من اجل مصلحه هذا البلد. انه ارجع واقول انه قبل ايام قليله جدا احدى الدول الخليجيه احتفلت للمره 42 انه بدون انقطاع الكهرباء على مدى 42 سنه، وهذا انجاز يعتبر لهم. احنا ايش وقت انه نحتفل بمرور يوم كامل ما رمشت فيه الكهرباء؟ واعتقد هذا يصير يوم وطني كبير وتاريخي كبير. للاسف انه كل المحافظات العراقيه هي تعاني نفس المعاناه، الواقع الخدمي المرير اللي احنا عايشين به، والمواضيع اللي بدات تتكرر وبدات تكبر، مو فقط تتكرر لا انه بدات تكبر. قبل ايام او الاسبوع الماضي عرضنا مقطع فيديو لاهالي شمال بابل اللي هي منطقه المسيب، واللي قالوا انه احنا عندنا اكبر محطتين موجوده عندنا في المحافظه اللي هي الحراريه والغازيه، لكن ما مستفادين من عندها، بس التلوث هو اللي اذانا وهو اللي دمرنا. هسه لو مشغليها لنا ومخلينا انه قاعدين ببيوتنا وما نطلع نستنشق الهواء الملوث كان قلنا ما يخالف، لكن طفيها علينا والانبعاثات مالتها موجوده واحنا اختنقنا وحيرتنا صارت كبيره جدا. شوفوا الناس اللي موجودين في هذه المناطق ايضا خرجوا للشارع واحتجوا من اجل ايصال صوتهم للجهات المعنيه المتمثله بوزاره الكهرباء واعطاء الكهرباء او الحصه المخصصه لهذه المحافظه بشكل مستمر حتى يخلصون الاهالي من كل المعاناه.
درجة اليوم لسبب رئيسي وهو وجود الطاقة الحرارية والطاقة الغازية في منطقة شمال بابل، وهذه الطاقة الحرارية والطاقة الغازية تؤثر سلبيا على أهالي مناطق شمال بابل، وخصوصا التلوث الموجود والغازات التخرج من هذه المحطة أثرت سلبيا على منطقة الطاقة القادرية، منطقة الجلاوية، منطقة النبسية، منطقة المسلم، منطقة أبو الجاسم، منطقة المجمع، تسببت بوجود أمراض سرطانية كذلك سرطان، ونسبة تفوقت 50 حالة من السرطان. لذلك نطالب باستمرار الطاقة الكهربائية في مناطق شمال بابل، أسوة بمنطقة الطارمية، منطقة الخيرات، منطقة ديزل كربلاء. وفي حالة عدم تلبية نداء هذه الجماهير التي خرجت، سوف نقوم بقطع الانتاج عن كافة العراق. طهرنا بسبب ما كهرباء، بس احنا تفاجئنا بشيء مهم. هاي المزارع مال المسؤولين، مزارع مال سمج طلعت فيها طوارئ، وهاي الناس تتقلب بالبيوت، اطفالها تتقلب، ناس مرضى، ناس امراض سرطانيه، وهاي مزارع مال سمج حتى يربحون مليارات بها طوارئ، وبصفهم مناطق بيوت ما عندهم كهرباء، وهاي البوجات، بوجات كلها امراض سرطانيه. شوف هسه قضاء المسيم شنو متاذي؟ ثلاث محطات في شمال بابل، ثلاث محطات وكل شباب استفاد من الكهرباء، كلها تروح للخضراء المسؤولين الفاسدين، النايمين على التبريد، يبقون بفلوس الشعب وهاي المليارات من بعدهم وهاي البوجه. 4/7 من امام الطاقه الحراريه طلعت الظاهر بمطالبه، خلي عيدنا مره ثانيه بحقوقنا يا اخي، حقوقنا، لا حد يستعطف علينا، حقنا اعطينا اياه. انت موظف الكهرباء، وزير الكهرباء، وزير ماليه يصرف لكم، اكو صرف على الطاقه 24 ساعه، باوع بالليل اربع بوجات مشتغله، استمالها من يموم جاي علينا. كهرباء ما عندنا الليل كله نهفي، جهال، شياب، عالم مرضى، مو كافي، عمي مو كافي، دخلوا الله بين عيونكم، عمي والله البشر يشتغل بضمير ويشتغل بمخافة الله، شنو كهرباء؟ شنو مي؟ أسوي لك البلد جنة، والله جنة أسوي. عم فعلا لو تعطيها للمواطنين، المواطنين يسوي لكم هذا البلد جنة. شوية خافوا الله بالمواطن، خافوا الله بثروات هذا البلد الكبيرة جدا، الثروات النفطية، الزراعية، كل شيء، كل شيء احنا كنا الاول، لكن للاسف بسبب الاهمال وبسبب السرقه والفساد ان المواطن العراقي هذا حاله في كل المحافظات العراقيه. نتمنى شويه الرأف بحال الفقراء اللي موجودين في العراق. زين خلينا احنا، والله ما اعرف، والله صار ما تحس انه حرامات انه نحكي بش مواضيع، المواضيع مكرره لكن تكبر. يعني طبعا يعني حتى معقدة يعني. اللي راح تحكين به هو احنا طرحناه، اذا نرجع حسه للملفات، اول الناس اللي تتابعنا يسوون سيرش في اليوتيوب راح يلقوه بسنه 2019 وبال 2020 وهسه بال 2021 اكثر من مره طرحناه، ولكن الموضوع بعد لحد هذه اللحظه ما انحل، لكن للاسف هي الجهات والله حتى المعنية صار، والله يعني صار عندنا ملل وقهر بنفس الوقت. خل نروح لإديالة، وتقريرنا راح يحكي عن نهر خريسان، هو احد الانهر في إديالة، ومعاني التلوث. يعني كل شيء جديد يعني انت بس قالوا لي، وطبعا اكثر من 600 الف نسمه يعانون من هذا الموضوع. وانا اقول لكم اياها، ما عندنا نهر صافي، ما عندنا نهر ما ملوث، استحاله اصلا. وين عند اللي يمه نهيره صغيروني بقعه ماء نظيفه يقول لي ما عندنا، استحاله يعني اصلا. هي يعني احنا قبل ما هي تجف الانهر احنا ملوثه، كانت من كانت تجري يعني، فما حال هسه حاليا هي والجفاف سوا. ما احنا والله احنا خطيه، والعراق خطيه، ما يستحق انه احنا نشوفه. يعني واحد شايفين واحد، اشبه لكم الشيء جاي يموت قدامك وانت ما قادر تسوي شيء، حرامات. خلينا نحاول ننقذ نعاش لهذا البلد، ما اعرف شلون، بالدعاء، بالصبر، بالتوحد، بالكلمه الطيبه، ما يعني لازم اكو حل، والا احنا المسؤولين هم في وادي واحنا في وادي اخر. نروح نشوف معاناه هذه المدينة وهذا المكان اللي به هذا النهر، ونشوف الناس شنو جاي تعاني من تلوث هذا النهر. المشروع مال خريسان ما يصلح لا للنبات ولا للحيوان ولا للاستهلاك البشري، يعني حتى إذا تغسل الصبة مال تضطرمة ما يرهم، يعني فاسد، ماي فاسد. شنو السبب؟ السبب النفايات اللي يذبوها بيه وقليل، هو لو اكو دفع قوي يمكن النفايات تدفع تروح، بس اذا ماي قليل ودايجينا بالاسبوع
يومين والثالث يقطع. من ينقطع يطلع فد ريحة فاسدة بالمي بحيث ما تقدر تفوت مية من النهر. احنا اصحاب البساتين، بساتين بوهرز، تأذينا حيل من هذا المي، من هاي الاجواء الحارة ومي ماكو. النهر شيخة مالتنا هاي مال المي صار عبارة عن نفايات ومي ديادة، صعدونا اياها كل ثلاث ايام على اساس ينطونا اياها بامر الوزير، ثلاث ايام يفتحون المي علينا والباقي الايام اربع ايام ماكو مي. بساتيننا ماتت، متنا لما زرعنا البيش وسويناه وصرفنا عليه فلوس، وهسه تعدت البستان مالتنا هواي هواي تأذينا، اصحاب البساتين والحيوانات مالتنا كلش تأذت. يعني لا بقى فيا، لا بقى شيء، لا بقى سمك، كل شيء ما بقى، كله مات من وراء هذا المياه. شنو اسباب قله المياه بنهر الفيصل؟ ما عندي المضخات كانوا يشغلوها يوميا، الاسبوع كله تشتغل المضخات علينا، من ما يدي هو ما يدي هم وسخ، هو عباره عن بس نسقي به. هسه يقول بامر الوزير البحر مره ثانيه، يقول بامر الوزير ثلاث ايام بالاسبوع يلا نعطيكم مي. هذا النهر يعني يمثل اهمالا واضحا ومقصودا. انا اعتقد ان يعني الجهل المطبق الذي يعاني منه المسؤول، الجهل الواضح الذي يعني يرتكب هذه الحماقات بحق هذه المدينه، هو الذي يتحمل مسؤوليه كامله ازاء تراجع هذه الخدمات، لا سيما هناك بلديه معقوبه وهناك المؤسسات الزراعيه وهناك مؤسسات الموارد المائيه، كلها الحقيقه تتحمل مسؤوليه هذا الاهمال الذي ادى بهذا النهر الى هذه الشحه الكبيره التي يعاني منها، علما اننا نواجه صيفا قائضا جافا يؤثر بشكل كبير على الاطلاقات المائيه التي حرمت هذه المدينة وأهالي هذه المدينة من نعمة وخير هذا النهر الجميل. يعني هذا نهر، هذا مكب للنفايات. طبعا مكب للنفايات. احنا ترى سوينا، احنا يعني هم من ايدنا احنا كمواطنين، يعني مو بس الحكومة مسؤولة، احنا كمواطنين احنا اعتبرنا الانهر هي مكان للنفايات. احنا ظلينا نفتح المجاري، وحتى الحكومه هي ايضا مشاركه، لكن ايضا كمواطنين المجاري بالنهر عبانا تدوم. وانا حكيت هذيك المره النعمه اذا ما نحمدها ونحافظ عليها ما تدوم، تروح من ايدك النعمه، اي نعمه كانت بسيطه ولا كبيره، الله منطيك نعمه يقول لك حافظ عليها، انت تحافظ عليها شلون؟ هاي طريقتك انت الخاصه. احنا ما حافظنا، احنا عبانا النهر يبقى لنا طول العمر وطول الحياه وطول الاجيال الجايه، لا لهنا انا كافي. النهر هم عمره هم نفسه عزيزه. احنا سويناه مكب للنفايات، احنا فتحنا عليه المياه المجاري، احنا مهتمين. السبب الدوائر المعنيه طبعا، لانه مثلا اذا اريد نحكي مثلا ليش مسؤولين. ليش صار مكب للنفايات؟ المواطن يجي يرمي النفايات داخل النهر، لانه دوائر البلديه هي ما مخصصه اماكن للنفايات ولا حاويات، ولا انه عندها اليات يوميه مثلا صبح وليل شفتين، حاله حال بقيه الدول اللي هم اكثر من شفت عندهم يفوتون للازقه انه يرفعون النفايات. صح. احنا ما عندنا كل ثلاث ايام كل اربع فتتراكم النفايات، الناس شو تسوي؟ تبعدها عن بيتها، اذا النهر قريب يمها ترميها. مثلا انه دوائر المجاري، الماء والمجاري اللي موجوده عندنا، يجوا فتح المجرى الرئيسي مال المنطقه الفلانيه وذهبها بنهر الفرات، ذهبها بنهر دجله، ذهبها بنهر الخريسان، ذهبها ببحيره حمرين، وهذه المشاكل اللي هي المخصصه لسحب المجاري تروح ترميها هناك. فهاي المشاكل انه ايضا سببها هو عدم اهتمام الجهات المعنيه وغياب القانون. القانون لو كان موجود كان ايضا تطبق على حتى الدوائر الحكوميه، مو معناها دائره حكوميه القانون يعفيها من التجاوزات والتخريب بأملاك العراق، وهذه المشكلة نتمنى أنه تحل من قبل وزارة الموارد المائية، كون أنه هي غايبة عن الساحة. صار أشهر إحنا نحكي بموضوع جفاف نهر دجلة، قلة منسوب نهر الفرات، جفاف بحيرة حمرين، غيرها من الأنهر، وهذا نهر خراسان، كلها نحكي بها والوزارة لحد الآن غايبة وما موجودة، ولا أنه إلها شيء يذكر على أرض الواقع. نروح او نبقى في ازمه المياه واهمال الانهر بشكل عام، نروح للبصره منطقه الداوديه اللي هم صار لهم فتره ما عندهم مي اساله وما عندهم مي للشرب، وارتفاع درجات الحراره، كهرباء ماكو، وصار لهم سنين اهل البصره يعانون من موضوع المياه، لكن بهذه الفتره كثرت معاناتهم وكثرت ماساتهم، يناشدون الجهات المعنيه، يناشدون سيد محافظ البصره، هلا هلا بهذه المنطقه اللي هي منطقة الداودية المربع الأول، صار لهم أيام وما عندهم قطرة مي،
طيب شنو الحل برأي الحكومة؟ شنو الحل أو شنو اللي يقدرون يقدموه للمواطن حتى أنه يقدر يستغنى عن الماء إذا قدموا له بديل؟ ماكو بديل حتى أنه تقدموه والمواطن يسكت ويقول لك والله خلاص أنه مي ماكو أقدر أعيش بغير منتوج. المي سر الحياة وأساس الحياة، فعليكم أنه توفرون الأشياء الأساسية للمواطن العراقي وحقه، ومحافظة مثل البصرة، أم الخبزة، أم الخيرات، المفروض أنه هي جنة، المفروض عاصمة العراق الاقتصادية، لكن للأسف مهملة بشكل كبير جدا نتيجة السرقة والفساد اللي استشرى واللي انتشر بهذه المحافظة بسبب المسؤولين الفاسدين. نروح نشوف هذا المقطع، وعسى ولعل أنه يوصل للجهات المعنية ويرأفون بحالهم وينطوهم مي على الأقل لساعة لساعتين، يترسون تانكيات، يترسون إجدورة، يترسون الأسطولة، ويخلصون بها أيامهم القادمة بارتفاع درجات الحرارة. سيد محافظ البصرة المحترم، احنا منطقة الداوودية المربع الاول، الداوودية الاولى، صار خمسة ايام ماكو. اتصلنا بالساب محسن مدير اعلام ماي البصرة، ما سوى شيء، قام ما يرد على التليفون، قال يا مستر عبد الامير مدير ماي المعقل، وهاك شوف قطرة ماي ماكو، صار خمسة ايام بالقرآن بالفرقان، ما ظلت وسيلة، ما سويناها، ماكو ماي. هذا بوم، نسحب البوم، قطرة ماي ماكو. طيب هسه احنا بعام 2021 ممكن انه انخفض منسوب مياه دجله والفرات، ممكن انه اثر في بعض المناطق انه جف بشكل كبير جدا، لكن لو نفكر بالمستقبل حسب اراء جهات مختصه وعليا يقولون 2030 بعد 2030 انه جفاف نهر دجله والفرات بشكل كامل، شنو اللي راح نسوي؟ شنو الحلول اللي تقدمها الجهات المعنيه حتى تخلصنا من هذا الجفاف القاتل او هذا الموت البطيء اللي ممكن نسميه؟ مو المفروض انه هسه عندنا سدود، عندنا خزانات كبيره، عندنا اشياء بديله ممكن انه هسه نقدر نعالج بيها، نقوي علاقاتنا مع دول الجوار حتى انه يعطونا الحصه الاقليميه للمياه، وهذه المواضيع انه سهله جدا، صدقوا ما راح تخسرون لانه انتم قاعدين ومرتاحين، اللي ماكلها واللي يدفع هذه الفاتوره هو المواطن الفقير اللي موجود في كل المحافظات العراقيه. صدقوا المواطن متأذي، بيش نحلف لكم، إذا ما تشوفون، إذا ما عندكم تلفزيونات، ما عندكم تليفونات، ما عندكم مواقع تواصل، خلي المقربين من عندكم إذا كانوا صادقين، أو أنتم تخفوا وطلعوا بالشارع وشوفوا، اسألوا أي أحد، قولوا له مرتاح، قولوا له عندك شغل، عندك فلوس، عندك مي، عندك كهرباء بالبيت، أكيد ماكو. فهذه الأشياء الأساسية إحنا محرومين من عندها بأرض العراق، شلون في السنوات القادمة وإحنا لحد هذه اللحظة ما قدرنا نقدم أي حل بسيط لإنهاء أي معاناة من المعاناة اللي يعانيها المواطن العراقي من الشمال إلى الجنوب. حرامات والله نعيش إحنا بفترة نشوف بيها إنه إحنا كل شيء جاي يجف وجاي ينتهي. على العموم اللي حب يتواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة، اللي يحب دائما أقول لكم مقطع فيديو أو صور حتى يوضح لنا المشكلة، لأنه لحد اليوم تسألوننا شلون نتواصل. هذا الرقم المشكلة تكتبوها بشكل مختصر لكن كل المعلومات بيها، ومقطع فيديو يكون أفضل تحجون به حتى توصل المناشدة، أي مناشدة بس حكي طبعا تهمل، وإحنا ما نرد على الرسائل لكثرة الرسائل اللي توصل لنا. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في أمان الله. أذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.